ديال تدي القانون ماشي عند قطعة كدير بليستو كتدير البليستر والطالب بالماء والضوء. هاد المداركة وسيلة باش يضغطوا على السلطة والجماعة باش يعطيوه بالماء رخص عشوائي باش لصقوم هو هذا الطبق اللي زايد غير قانوني. ولدك اخي الصحافي عندنا شي مبلغ في المنطقة طالعين بدون شهادة دارية بدون قوانين ما فسادش منهم كاع الجماعة ولا الدولة. ولكن هذا هما اللي كيطلبوا لجنة ثالث نحن كنطالبوها ديال التعمير تجي تحت تحقيق طيح الثالثات وهاد الرابعات اللي زايدين هما. هاد الشيء هنا وصفنا حنا بداو نحقوا قانون هادي راه تحدثها خروقات هادي تحدثها خروقات. السلام عليكم اسم ديالي عمر ابن منطقة سلوى الطيب. اولا كنشكر الواجهة على التغطية ديالها. اولا المظاهرة تزامنا على بعض المظاهرات كردا على المظاهرات لبعض المقاولين المدعمين طرف احزاب سياسية رفضتهم السكينة رفضتهم دمروا السكينة وبغاو يدمروا السكن سلوى الطيب وسكن سلوى الطيب وفقتهم في الحلق قالت لهم كافة. حنا في دولة الحق والقانون دير القانون ديالك تدير القانون ماشي عند قطعة كدير بليستو كتدير البليستر والطالب بالماء والضوء. هاد المداركة وسيلة باش يضغطوا على السلطة والجماعة باش يعطيوه بالماء رخص عشوائي باش لصقوم هو هذا الطبق اللي زايد غير قانوني. ولدك اخي الصحافي عندنا شي مبلغ في المنطقة طالعين بدون شهادة دارية بدون قوانين ما فسادش منهم كاع الجماعة ولا الدولة. ولكن هذا هما اللي كيطلبوا لجنة ثالث نحن كنطالبوها ديال التعمير تجي تحت تحقيق طيح الثالثات وهاد الرابعات اللي زايدين هما. هاد الشيء هنا ود الفتنة حنا بداو نحقوا قانون هادي راه تحدثها خروقات هادي تحدثها خروقات ما يديش هو الرخصة د الماء حنا معاه. وهذا اللي كيقولوا الرئيس ما مزياش الرئيس نهار 7 نهار 8 سبتمبر عاد استاذ 4 شهور تام 100% كنبغى ننتقم منه كنتقمت منه نهار الانتخابات وهذا بالاجماع يسير مجلسه بالاجماع ما كاينش دور جماعات كلهم هذه الولايه الثالثه على الجماعه الدوم بعد الجماعات احواز الدوم 100%. ولهذا كنقول لهم كفى. وانا من هذا المنبر كنقول للمستثمرين يجيو يشريو في لطيب لطيب غاده في ازدهار لطيب غاده في النمو تحت القياده الراشده لصاحب الجلاله الملك نصر الله حفظه. وكلمه الاختتام كنقول الشجره المثمره ضرب الاحجار. والسلام عليكم وشكرا على التغطيه. عز الدين طايع حنا الناس ديال السكينه حنا كاين شي حاجه حنا اللي غنكونوا مضرورين بها وهذوك الناس ما كيمثلوناش حنايا ويهزوا لافتات كيقول باسم السكينه. لا سيدي هذا الرئيس الله يعمرها سلعه خدام مع القوي والضعيف الراجل المناسب في المكان المناسب الله يعاونه الله ينصره وعاش محمد السادس. وهذا اعداء النجاح هاد الناس اعداء النجاح مدعمين من طرف ناس اخرين هاد الناس بيعوا شريه مخالفين القانون شي حاجه من حقه يديها ماشي حاجه ماشي من حقه ما يديهاش. حنا السلاليين هنا دولة الطيب الله يعاونه الله ينصره حنا الناس العصريين ديال هاد القبيله حنا كنعبروا على الوعي ديالنا حنا عندنا عرضنا حنا هاد الراجل اي حاجه كنوقفوا عليها كنديوها. ولكن هاد الناس هاد المشوشين راه معروفين مدفوعين من طرف ناس اخرين باش يشوشوا هاد الراجل خدام الله يعاونه الله يعاونه. عاش محمد السادس. احنا رحيم نحن كساكنة ولا الطيب من الجماعة السلالية وحنا هما السكان الأصليون ديال المنطقة. جينا كنناجدو كنبينو على كنبينو السيد رئيس جماعة ولا الطيب على أنه بامتياز خدام الحمد لله وغادي واحد الإنجازات الحمد لله كيقوم بها لا من إنارة لا من مسالك لا من طرق الحمد لله بالقدرة ما عمرنا كنا كنحلمو بها. والحمد لله كيجيو شي عناصر الله يجعل ربي يهديهم نطلبوا لهم الهدايه. الهدايه هي كل شيء. وما يمكنش لا يعقل على ان السيد داير مخالفه وهو كيطالب بالظلمه. وانا راه ما كنحاش انا الحمد لله مازال في العشوائي لحد الان الحمد لله ما يقولوا لا من كذا ولا من كذا. وحنا الحمد لله هذا السيد هذا ما كاملش عاد 4 شهور هذه الحمد لله باش داب الاجماع داب الاجماع وهذه سيمانه الحمد لله داو منسق اقليمي ديال جهه فاس كامله. وكنطلبوا الحمد لله الراجل المناسب في المكان المناسب وعاش الملك. وكنقولوا السي رشيد الفايق زيد القدام وحنا من وراءك ان شاء الله تعالى. وعاش الملك عاش الملك الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. هاد الوقفه احتجاجيه خويا على هاد الناس اللي داروا لنا تشويش على رئيس الجماعه ديال ولاد الطيب. هاد التشويش داروه على اساس بان ما كيتوصلوش بالماء والضوء وهذا الماء والضوء اللي كيطالبوا به هما راهم مخالفين القانون زايدين الميزاني وزايدين براطم يعني عشوائيين. حنا كساكنة ولاد الطيب عندنا البلانات ديالنا كنبنيو القانون ديالنا
حنا متوصلين بالماء ومتوصلين بالضوء. يعني هذا التشويش اللي دايرين هما على رئيس الجماعه اللي كيطلبوا وكيناشدوا سيدنا نصر الله، كيناشدوا على شي حوايج غير قانونيين. وحنايا على هذا، على حنا في هذا المنبر هذا كنقولوا بان رئيس الجماعه راه داير الخدمه ديالو، والحاجه اللي هي قانونيه راه كيتوصل بها المواطن بشكل عام، والحاجه اللي ماشي قانونيه راه ممتنع عليها. هما اللي مخالفين على البلان، وانا كنقول هذه الهضره هذه وكنتحمل المسؤوليه ديالي. يعني كاينين الناس مسؤولين يراقبوا يشوفوا هاد الناس هادو اللي كانوا كيهضروا واش بصح دايرين مخالفات ولا ما دايرينهمش. وشكرا. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.